مكملين في ان احنا بنجيب ستارت ابس فشلت ونعرف هي فشلت ليه. لو عايز تعرف النهارده الستارت اب بعد ما خدت 2 مليار دولار فشلت ليه، الحمد لله على السلامه في المكان الصح. الحمد لله على السلامه، انت مع اوي جامد. مساء الفل، انا اسمي مروان مختار، بزنس ترينر اند كونسلتنت. دي سلسله احنا مكملين فيها، ده احنا الحمد لله معدين فيها العشر فيديوهات، ان احنا بنجيب ستارت ابس مش مصريه، لا احنا بنجيب ستارت ابس عالميه ونعرف هي فشلت ليه. الستارت اب بتاعت النهارده يا جماعه زي ما قلت قبل الانترودكشن خدت 2 مليار دولار فند، وفي بعض المصادر بتقول ان هي كانت ماشيه في الثالث، مش في 3 مليون، في 3 مليار. احنا النهارده جايين نتكلم عن كاتيرا. شركه كاتيرا هي ببساطه قالت لك لا انا مش هقبل بالوضع الحالي وهتمرد على الوضع الحالي زي ما الفنان عمرو دياب قال. شركه كاتيرا هي شركه تكنولوجي كونستراكشن، شركه تكنولوجيا في المقاولات. ايه اللي جاب القلعه جنب البحر؟ دي واحده من المشاكل اللي هنتكلم عنها في اخر الفيديو. لكن ببساطه صاحب الشركه او مؤسسها والراجل انتربرينور او رائد الاعمال اللي معانا مايكل ماركس، راجل جاي من اندستري التكنولوجي، جاي من صناعه التكنولوجي. فالراجل كان عايز يحط دماغ التكنولوجي وصناعه التكنولوجي في صناعه الكونستراكشن. طيب قبل ما نتكلم عن فكره كاتيرا تعال نتكلم شويه عن الكونستراكشن. انا دلوقتي حاليا بعمل كونسلتيشن لشركه كونستراكشن، شركه مقاولات. شركه المقاولات دي مش شركه تطوير عقاري، مش شركه ديفلوبمنت، لا، شركه المقاولات دي عندها طاقم صغير. الطاقم الصغير ده بيبدا ياخد شغل، حد بيديهوله تعالى ابني لي العماره دي، ابني لي حمام السباحه ده، ابني لي اي مكان. فالراجل بيخش لما يجي له كذا مشروع بيبدا طب ده انا والله مش هقدر اخد المشروعين دول مع بعض، طب انا هاخد المشروع ده بالطاقم الذاتي والمشروع ده هجيب مقاول من الباطن يعمله لي ويسلمه لي انا وانا اسلمه للعميل. ده العميل مش هو بس اللي بيستلم مني، ده العميل ده جايب لي استشاري يستقبل مني. غير ان انا ممكن كمان يكون في معايا طرف ثالث غير كل الاطراف اللي احنا بنتكلم عنها دي، الراجل بتاع الاركتكتشر او المهندس المعماري. طبعا غير ان انا في معظم المواضيع لا انا عندي مكتب فني جوه هو اللي بيرسم لي وكده، لكن كمان ده في طرف ممكن يخش في المعادله ال 260 نيله دي من عميل ومن استشاري ومن شركه ومن مقاول اسمه اركتكت او اسمه مهندس معماري. غير كل دول ودول في حد بشتري منه رمل واسمنت وزلط ومونه. طيب انا ليه اديت الانترودكشن السريع دي في عالم الكونستراكشن او في عالم المقاولات او البنى؟ لان انا عايز اقولك ان عالم المقاولات عالم كبير، والحاله دي بقى لها اكتر من 100 سنه ماشيه بالشكل ده. ده احنا بعد كل الفيلم ده زي ما قلت لك في الاول في شركه ديفلوبمنت، شركه تطوير اللي بتاخد تعمل تسويق للموضوع وبالشياكه وبلوجو وباعلانات على كوبري اكتوبر وباعلانات عشان تقول لك الكومباوند ده. معظم الشركات دي مش شركه مقاولات قد ما هي شركه تطوير عقاري. صاحبنا ماركس جه قال لك لا 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 انا مش موافق على المنظر ده، انا هبني كاتيرا. وفي 2015 فعلا بدا بنى الشركه بتاعته او الستارت اب بتاعته. والستارت اب كانت فكرتها في منتهى البساطه، احنا هنعمل حاجه اسمها فيرتيكال انتجريشن. يعني ايه فيرتيكال انتجريشن؟ يعني انا هبقى ماسك كل حاجه في المشروع. قصدك ايه كل حاجه في المشروع؟ قصدي ان انا اللي هبني الحيطان جاهزه. هو اكشولي كان بيبني الحيطان جاهزه، كان بيبني الارضيات جاهزه. فانت لو شفت فيديو متسرع لمشروع من مشاريع كاتيرا اللي نفذوها هتلاقي الموضوع شبه السحر. هو الحيطان مش بتتبنى اون سبوت، لا ده الحيطان بتيجي وبتنزل. الحيطان بتيجي متحمله وحاططها كده كانك بتلعب ليجو. فالموضوع كان جميل والناس كلها قالت لك اوه ده في شكل جديد بيحصل كونستراكشن، ده الراجل ده هو اللي على الحجر، هو اللي هيبدا يغير شكل الكونستراكشن ويحوله شبه شكل شغل التكنولوجي. بس كده، ده الراجل ما هو اللي كان بيبني الحيطان دي، فهو كده فكس او طلع او هرب من حته ان هو يكون عنده موردين يشتري منهم اسمنته. خلاص هو اللي ماسك الحته دي، مش كده بس. فاكرين حته ان هو في شركات بيبقى عندها يعني راجل مهندس معماري او اركتكت؟ لا هو برده مشاه. طب فاكرين لما الشركه بتجيب مقاولين عشان؟ لا لا برده هو مشاه، هو عنده العامل بتاعته. ايه ده؟ في ايه ده؟ الراجل ده ماسك كل حاجه في قصه البنى من A to Z. والشركه من 2015 اللهم لا حسد بدات تزيد. في 2017 لينكد ان اختارها واحده من احسن الشركات في العالم اللي ممكن تشتغل فيها. في زي ما قلت لكم خد 2 مليار دولار فند. الشركه كانت وصلت قيمتها الايفالويشن بتاع قيمتها السوقيه ل 4 مليار دولار.
وفلست في 2021. اكتر جزء بحبه بقى بعد ما افضل اجعلصها كده، الشركة فلست في 2021. ايه اللي حصل؟ طب ايه الدوس المستفادة؟ طب ايه اللي حصل؟ ما تفهمنا كده اللي حصل. كل اللي انا قلته ده خليني بس اغير وشي، بدل ما انا كنت فيه بسمة بلهاء على وشي، شيل البسمة دي وقول نفس الكلام تاني. هو ده اللي حصل وحش. واحد، الراجل السي او اللي جاي ده جاي من تكنولوجي، مش جاي من كونستراكشن. والله العظيم ما في كورس بديه في الانتربرينورشيب غير لما افضل اقول يا اخوانا بالله عليك ما تعملش غلطات بفلوسك. روح اشتغل موظف عند حد، اعمل غلطات، هو متقبل ده عشان هو اللي بياخد الجزء الكبير وبيديك فتات الفلوس كموظف. احنا كلنا فاهمين ده يا جماعه، كلنا في السوق فاهمين ده، مقابل ان هو الراجل صاحب الشركه دي بيروح البيت ما يعرفش ينام عشان عليه ديون وعليه مرتبات وبتاع، فهو من حقه طبيعه الامر ان هو ياخد الجزء الاكبر من الفلوس. فانت ما ينفعش تجيلي من انت ما عندكش اكسبيرينس خالص في المجال وتخش لا انا اصلا انا عايز احولها للتك اندستري بدلا من كونستراكشن اندستري. ودي تاني غلطه، مش بس هو ما كانش عنده خبره، هو ما كانش عنده خبره وفي نفس الوقت هو الراجل جاي عايز يطبق عقليه صناعه في صناعه تانية. برضه ما ينفعش. ما هو في حاجات انت مش هينفع تغيرها، مش لازم نكون كرييتيف وخلاقين طول الوقت في ان احنا انا هشايف الموضوع بشكل تاني. يا معلم ما هي موجوده كده بالشكل ده عشان هي كويسه وماشي، احنا مش لازم نعيد اختراع العجله. يبقى احنا كده اتكلمنا في خطأين. ايه الخطا الثالث؟ طبعا ده الخطا دلوقتي وانا قاعد مع التيم بنقفل الحلقه، في حد قال لي انت الخطا الثالث ده قلته في كل الافكار، قلته في كل الافكار في كل الفيديوهات بتاعت الستارت ابس اللي اتكلمنا وفشلت. الراجل كان عايز يرضي المستثمرين فعايز يكبر بشكل مش طبيعي، فاللي هو عايز يكبر بشكل مش طبيعي اللي هو في حد ذاته خطا نتج عنه خطأين. او رابع خطا اللي هو نتج عن ده ان انت ما عندكش الفاينانشلز اللي تمشي يا باشا. ده هو عافيه، هو الفيرتيكال انتجريشن ده اللي انت عمال تشتري فيه شركات كتيره وتخليها عشان تعرف تبني الحيطان وتبني الاراضي وتبني الاسقف وتبني 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 عشان يبقى عندك عربيات بتاعتك بتنقلك، عشان يبقى عندك طاقم ذاتي من العمال والمهندسين، وعشان يبقى عندك مكتب فني ضخم يعرف يصمم لك، وعشان يبقى عندك مسوقين يلعبوا دور الديفلوبرز. طب ما كل ده يا باشا فلوس، هل انت عندك الفاينانشلز اللي تمشي الشغل ده؟ لا طبعا ما عنديش، بس لازم اكبر عشان المستثمر يفضل يديني الفند وما يغضبش عليا. طب ده الخطا الاولاني. ايه الخطا الثاني اللي حصل نتيجه الخطا الثالث اللي هو ان انا عايز ارضي المستثمر وخلاص، غير ان انا فشلت في اداره اموري الماليه؟ انا بدات اشتري شركات كتيره جدا. هو اشترى اكتر، اللي انا قريته من 4-5 مصادر، هو اشترى اكتر من 8 شركات كبيره، 8 شركات عملاقه. بدا ياخد الشركه دي ويجيب الناس يشغلهم مع بعض، والراجل ناسي حاجه في منتهى الاهميه، الشركات بتفشل بسبب الكالتشر. انا اول تجربه ليا، اول تجربه فاشله ليا في اداره كونسلتيشن كنت فيه، اتعلمت حاجه بعد كده لما اخدت كورسات اكتر واكتر فهمتها. قال لك كالتشر والايت استراتيجي فور بريكفاست، الثقافه هتلتهم الاستراتيجيه على الفطار كده اول ما تصحى من الصبح. يعني ايه؟ يعني انت ما ينفعش تيجي تقول انا الاستراتيجيه بتاعتي ان انا اجيب 8 شركات واخليهم يشتغلوا مع بعض. اه يا معلم، بس الثمان شركات دول كلهم ناس مختلفين بثقافات مختلفه من ولايات مختلفه ومن بلاد مختلفه، فمش شرط يعرفوا يشتغلوا مع بعض. عادي جدا. صح، هو ما عملش حسابه دي. طيب ايه تاني العيوب اللي موجوده؟ اخر عيب بالنسبه لي هو عيب الكونفليكت اوف انترست او تضارب المصالح. في حاجتين مختلفتين في نفس الشركه اتقال ان السي اي او والسي او او بيشغلوا شركاتهم وهم المملوكه ليهم اللي بره عن كاتيرا معاهم. دي حاجه في منتهى السوق، اوعى تفكر تعملها. لو انت فاتح ستارت اب مع شريكك او فاتح شركه عاديه مع شريكك، حاول تخلي الموضوع كله بره عن دي خالص. ما تقولش احنا بنشغل بعض واحنا بنشغل نفسنا، لان في الاول وفي الاخر هيجي سير تضارب المصالح، ولو ما حصلش بسببه خساره ماليه هيحصل خساره في الانفس، اللي هو لا ده في شغل بيحصل من تحت الترابيزه وفي شغل سيء وفي وفي وفي. ده ببساطه كانت التجربه بتاعتنا عن كاتيرا. قولوا لنا ايه الشركات اللي احنا عايزين نتكلم عنها، ايه الستارت ابس اللي عايزين نتكلم عنها. لو عندكم اي افكار قولوا لنا. طبعا روح اعمل سبسكرايب، عيب لو واحد كل ده مش عامل سبسكرايب. اعمل لايك عشان ده مفيد جدا لينا ان احنا نطلع لناس تانية. افتكر ان احنا بننزل كونتنت مختلف تماما على لينكد ان وعلى فيسبوك وعلى انستجرام، واشوفكم دايما بتطوروا ودايما على الف خير.